السلام عليكم. في عام 2014 بمصر وفي أحد القرى الزراعية، جميع أهل القرية يعملون في الفلاح، وفي فتاة اسمها شيماء، بنت يسمونها البطة. البطة يعني يمدحونها يعني من جمالها ورقتها ودلعها، لكن من عائلة فقيرة وأجرين عند أصحاب المزارع. يوم الأيام ويتقدم لها شاب اسمه رضا. رضا هذا كذلك أجير ويشتغل بالفلاحة وكذا، لكن كان متغرب 5 سنوات، كان عنده عقد عمل في أحد الدول، وراح عمل وجمع له قرشين ورجع للبلد ويبي يستقر الولد. فبالنسبة لهم هذا رضا يعتبر من أثرياء القرية. كانت عندها طموح شيماء أنها يعني تتزوج واحد غني ياخذها تشوف العالم، تسافر يعني تعيش يعني الموضة وهالسوالف يعني. لكن انصدمت بالواقع إن ما في غير رضا هذا أفضل اللي تقدموا لها. كثير سابقا كانت ترفض، لكن كذلك خافت على نفسها أن يعدي فيها الوقت والزمن ويطول فيها العمر، وممكن تفقد جمالها، وممكن ما يجيها نصيبة، وممكن بالنهاية راح تأخذ لها واحد وضع المادي أتعس منها. فقالت خلينا على رضا، ووافقت خلاص. المهم تزوجت رضا، وكانت حياتها مع رضا حياة عادية، موفر لها كل احتياجاتها، وشغال عندها في مزرعة قاعد يستصلحها ويحصد منها، وأموره طيبة. ومرت سنة سنتين، جابت له أول مولود والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع. بعد 12 سنة رضا هذا أصيب بمرض اسمه الهراسية، وهذا بالهراسية مرض يعني بمعنى الديدان الطفيلية، وهذه الديدان تدخل في جسد الإنسان عن طريق الجلد والبشرة، لما يتسبح أو دائما يدخل في المياه العذبة الملوثة مثل الترعة والأنهر اللي المهملة وكذا. وبحكم عمله في الزراعة دائما يكون فيها المياه هذه. المهم أصيب بها المرض، وهذا مرض خطير، الله يكفينا شره، ومعدي وقاتل. وفعلا بعد ما أصيب رضا وكانت من علامات هذا المرض الحمى والصداع والطفح الجلدي، يعني جلس فترة طويلة يعاني من المرض ومقعد إلى أن توفى. قبل لا يموت خلاص عارف نفسه هو أنه يعني بيودع الحياة. عنده أخوه أكبر منه اسمه سالم، مسك سالم وقال له يا سالم أوصيك على عيالي وعلى زوجتي، ولا تقصر معاهم، واحرص على أن أولادي لما يكبرون يستكملون دراستهم ومن هالسوالف. عياله طبعا أكبر واحد ما يعدي حتى 8 سنوات أو 9 سنوات، وفي صغار. قال له حاضر، وإن شاء الله يعني أنت تصحى، وإن شاء الله يعني الله يشفيك، لا تقول هالكلام. قال لا أنا حاسب نفسي، أنا حاس إني خلاص يعني بودع الحياة. وفعلا توفى رضا. احزنت عليه زوجته شيماء البطة، ولبست الأسود، وتعاطفوا معاه، والكل يعرف الثاني في مجتمع صغير مثل القرية. المهم
بعد مرور سنة من وفاة زوجها صارت بطة تهتم في تربية أولادها السبعة. سنة، سنتين، ثلاث، أربع، سبع سنوات أكثر صاروا الأولاد يعني بعد ما كبروا يعني أصبحوا الكبار يعني عدوا 17 سنة و18 سنة واللي تزوجت من بناتها، اللي ولدها خذ عقد عمل وراح اشتغل، اللي كمل دراسته في القاهرة في يعني في العاصمة، اللي فخفت عليها الأعباء موضوع التربية وأصبحت تشعر بالوحدة. سالم ما كان مقصر مع عائلة أخوها الله يرحمه بتوفير جميع احتياجاتهم، بالإضافة إلى أن أخذهم وخلاهم يعيشون عنده في بيت العائلة. هذا بيت كبير وكانوا وارثينه من أبوه ويسع الجميع، وهم في جانب وهو في جانب، لكن علشان يكونون تحت يعني مسؤوليته ورعايته. وكانت شيماء بطة تحس انه يعني ايه للحين يعني شباب، عمرها ما تجاوز 37 38، ولا زالت بطة حلم لكل رجل يبحث عن زوجة. فعلا هذه المرأة كل ما تكبر تحلو، وهي كانت تشعر بأنها كانت يعني خسارة على أن يأخذها واحد مثل رضا. كانت تسولف مع نفسها أنا شلون خذيته، شلون لا يلا ما يخالف هذا نصيبي هذا كذا. لكن بعد فترة ومثل ما قلت لكم الشعور بالوحدة وكذا بدت تفكر أنا لسه شباب وأجمل من كثير من بنات أصغر مني. فقامت تزين وقامت تتعدل وتضبط وكذا، وصارت تلفت الانتباه. لكن سالم ما كان ينظر لها أبدا، ومحترم جدا وخجول بمعنى الكلمة، أو في دافع لها الخجل هو أنه كان يحب زوجته حب خيالي، رغم أن زوجته ما تحمل، عندهم مشكلة في موضوع الخلفة، لكن راضي وهو يحب زوجته، يقول أنا ما أبي أولاد أبي زوجتي. وزوجته تدلع عليه كثير هذا سالم، وكثير كانت تبهذل لما تزعل تبي أي شيء وما ينفذ لها تزعل تروح لأهلها، وكانت في كل مرة تروح لأهلها تزعل لها، يعني يوم يروح يراضيها وكان عمه موجود، وعمه من نوع الجيد يعني ما يرضنا بنته على أي شيء على توافه الأمور، تزعل وتجي بيت أبوها ما كان يعني يرضى أنها تبات عندهم، يقول لها يلا روحي مع زوجك. وكان كذلك هو سالم يراضيها من كثر ما هو يحبها فترجع معه. لكن من بعد ما توفى أبوها صارت إذا زعلت تروح تجلس عند أمها، وأمها إيه بالعكس تحرضها، شافت إن الرجال حيل متعلق فيها، فتقولها خليك قاعدة خلينا نبهدل شوية، خلينا نطلب منه يديك رضاوة. لا احنا نسميها رضاوة، ما ادري هم ايش يسمونها رضاوة، تعرفون واحد لما زوجته تزعل يعطيها رضاوة يراضيها، هم ما ادري ايش يسمونها، بس شنو تقول له خلينا نطلب منه يعني هو يعني تحصلي لك قطعة ذهب ولا حاجة كده ولا كده. لا كان يشتري لزوجته ذهب ورضاوة يعني، ويشتري حق أمها، ومستانسين عليه وهو راضي وسعيد. لكن في الفترة الأخيرة صارت تزيد عليه العيار، يعني ما ترضى ترجع من أول يوم ثاني يوم، لا لا لا، كانت تخليه يقعد على نار 3 أيام 4 أيام. ما كانت جميلة ولا ملكة جمال، ولا كانت يعني آخر حبة من نساء
لكن متعلق فيها زوجته وهو محترم يعني ما يبي يخرب بيته، وهذه مستغلته وساكت يعني مكبر راسه شوي. المهم مرة مرتين ثلاث صارت لا تمادة، تقعد أسبوعين ثلاث، وبعدين لما يقعد يترجى 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 ويشتري لها من هالهدف، لأن ما قام يترس عينها الذهب، ما يترس عينها، قام كل مرة يزيد ويضغط على نفسه، صار كل مدخراته على بس رضاوة الصخلة. المهم ويوم الأيام حست شيء ما في هالموضوع وصارت ميتة قهر، تقول الله هذا ميت ومتعلق بزوجته ويراضي فيها وتخليه بالأسابيع وحداني، لا جابت له خلفة لا كذا، وهم راضي وتدل عليه، وأنا يعني حظي بهالدنيا شلون يعني، أنا بهالجمال وهالرقة والدلال وخلفت له سبعة والحين صرت وحيدة، يعني ليش الحظوظ يعني. فصارت تفكر فيه ومعجبة فيه، معجبة بحبه لزوجته، تقول يا ريت هذا زوجي، اللي هو زوج منه اللي عفوا زوج هذيك اللي كله تعصب وتزعل تروح عند أمها، وهو كذلك أخو زوج هذا سالم. المهم فش قامت تسوي بطة اللي هي شيماء، كل ما فضى البيت وزعلت زوجة سالم تقوم هي بدور ربة المنزل، تقوم تسوي له ذاك الطبخ، الأكل اللي يرد الروح، وانتم عارفين الأكل المصري شلون يخلي يعني يطلع لك الكرش خصب، هالفراخ المحشي ورز الصيادية وهالملوخية بالأرانب، والله مع أني ما شفت ملوخية بالأرانب زين، وهالممبار وهالكشري وهالمحشي والله أنا جعت، بطلب مطعم مصري وحين اي والله. المهم وهذا سالم صار يستمتع، كل ما صارت يعني شيماء هي اللي تدير البيت وهي اللي تطبخ وهي اللي تغسل له ملابسه نظيفه مكويه لها رائحه جميله، البيت نظيف، الاكل لذيذ، يعني في روح انثى في البيت، مو هذيك اللي بس تتطلب وخساير على الفاضي، ونفسيه حلوه وضحكه ويسمعها تغني في المطبخ، يخرب بيتك يا بطه، جننت الرجال ولا وتدلع عليه، وهذا يتعوذ من الشيطان، ما يصير، عيب يا سالم، هذه زوجة المرحوم اللي وصاك اللي كذا، لكن الشيطان ما عنده حبيبي، ما عنده هذه زوجة أخوك، وليش يقول لك الرسول الكريم اللهم صلي وسلم عليه الحم والموت، لا تحط البنزين عند النار، والله لو كنت حذر إلا ما يقبع فيك. هذا يتحمل مرة مرتين، يشوف هالدلع وما في أحد في البيت، العيال كلهم برا وبيته وأمان وزوجته ما هي موجودة ومحروم، وهذه هي اللي تبيه، ويقع المحظور. مرة مرتين صار وخلاص، صار سالم يتعمد يزعل زوجته، وهذيك تسوي نفسها انه يعني يخليها بالأشهر ويراضيها، بعد كم شهر يجيب لها ضعوة وترجع، صارت ايه يعني تحاول انه ما تزعل، لأن شافت صار يعني ما يهتم كثير، ما يجي، ما يسأل، ما يعني يتأخر، صار هو اللي يدور الزلة
علشان يسوي لها مشكلة، وهو يعرف نوعيته يعني تزعل من شنو، وشايفة عمرها وإن عندها كرامة وعندها مبادئ وحيل شايفة عمرها على زوجها، فهو مستغل هالنقطة قال أنا علمك خليك على هالنظام هذا، صار هو يزعلها وتروح عشان يفضال البيت مع بطة. المهم ولا أحد يدري عنهم، 6 أشهر 7 أشهر صاروا يتمادون في علاقتهم، يروحون للمزرعة مع بعض وكذا ويوم من الأيام دام رب العالمين يعطي الإنسان مهلة يستر عليه أول مرة ثاني مرة ثالث مرة، لكن أنت مادة تكون فضيحته بالقلاقل، الفضيحة ما تدري شلون سبحان رب العالمين مقدرها، ما في فكة، خلاص تتمادى بالإثم تحمل اللي يجيك بالدنيا وبالآخرة، ترى مو بس بالآخرة حتى بالدنيا، هذا خصوصا اللي يتمادى في المعصية. يوم الأيام وأثناء علاقة سيئة بينه وبين أرملة أخوه في المزرعة، كانت بجانبهم مزرعة صاحبتها فتاة اسمها سهير، بقولكم هذه سهير شنو قصتها. سهير بنت وعندها 3 من الأشقاء وأخوانها أصغر منها، سهير بنت بعيدة كل البعد عن رائحة الجمال، ما فيها شيء ممكن يعني يساعدها ان شخص يتعلق فيها او يتزوجها او يتقدم لها، بنت فيها بشاعة وهذا نصيبها من الدنيا، ضخامة وبشاعة وشعر مجعد وشكل فالمسكينة مر فيها العمر ولا تقدم لها أي بشر، وكانت راضية إن لو يجيني إن شاء الله نص إنسان ما عندي مشكلة، لو يجي منه أتزوجه، لكن ما الله قسم لها. كبرت وإخوانها اللي أصغر منها كل واحد راح تزوج لوحدة أصغر من عمر، يعني صاروا اللي عندها في البيت يعني أولاد يعني أصغار، ويتشوف الوضع لذلك دخلت في حالة نفسية من الكآبة والحزن وكذا، ولين وصلت عمرها 49 أبوها قبل لا يتوفى وخايف عليها قام سجل المزرعة باسمها وقال حق إخوانها هالمزرعة ما حد ياخذ منها أي شيء وكلها ملك لسهير اللي ما لها شيء في هالدنيا، قالوا احنا راضين وعطاهم يعني باقي الوث. لذلك اخوانها بعد ما توفى ابوها وامها هي استقرت في البيت القديم وخذت هالمزرعة، وهم كل واحد خذ على نصيبه من الورث وعاشوا حياتهم مع زوجاتهم وعيالهم، وصارت هذه وحيدة المسكينة وعندها المزرعة ترعاها واثناء وجودها في المزرعة الملاصقة لمزرعة سالم وتشوف ذيك الشوفة ولا شيماء أرملت رضا مع أخو زوجها سالم في وضع مخل الأدب، وشافت كل شيء وما تحملت الموقف، أن لأن تعرفهم وتعرف العائلة وجيرانها وسألت إنه يعني شلون تسوين كذي يا شيماء، شنو هالحقارة اللي فيك وهذا سالم متزوج وأنت أرملة أخوه، دخلت عليهم وماسكة معاها الشوم عصاية كذي تأخذها معاها دائما إذا راحت المزرعة يعني تطري فيها الحيوانات
المفترسة أو تحمي نفسها، ادخلت عليهم وهم في وضع مخل وتضربهم بعد، وقامت تهددهم والله لا أفضحكم والله كذا والله كذا، صاروا يترجونها واستر علينا وانت شجابك هني. المهم قالت راح أفضحكم، هذا اللي قاعد تسوونه حرام، وأنا راح أبلغ زوجتك يا سالم، وراح أبلغ أهل القرية عليك أنت يا بطة يا حقيرة يا كتكوتة يا حلوة، والله لا أفضحك. قالت لها اسمعيني يا سهير. قالت نعم. قالت خليك من اللي شفتي، تعرف أني أنا صلي يومين أدور عليك، لأني عندي لك مفاجأة سارة جدا. قالت لا أنا ما تكلش بعقلي حلاوة، لا. قالت والله كنت أدور عليك من يومين. قالت لها ليه عاوزة فيني إيه؟ قالت أنا جايبالك عريس، والعريس ده راجل أبضاي وراجل شهم وطول بعرض وكذا، لكن عيبه أنه أكبر منك بكم سنة. قالت ماله؟ قالت أكيد، بس هو يعني فقير يعني. قالت أنا ما عندي مانع، وكل حلالي أعطيه إياه إذا هو رجل محترم ويخاف الله فيني وكذا. دخلتها بجو ثاني. التفتت على شيماء، قالت شيماء ما يكونش يعني تستقرديني ولا تضحكين علي وكذا. قالت لا معقولة أنا يا شيماء، أنت عمرك سمعتي أن أنا يعني كذبت عليك بحاجة؟ قالت لا يعني، بس يعني الراجل عاوز فيني إيه؟ أنا يعني أنت عارفة أنا ما عنديش يعني أي مقومات يعني ان الانوثة وكذا انه يرغب فيني. قالت هو راجل عاوز يعيش وعاوز يستر عليك، وانت استر عليه وعيشي وخلاص. قالت اوكي. قالت لا اوكي طيب انا حصدقك، بس زي يعني اثق بصحة كلامك. وين هذا الرجل؟ قالت بكرة، بكرة اجيبه عند الترعة وتيجي انت وتشوفيه وهو يشوفك، ويعني تتبادلوا الحديث وكل واحد يقول اللي عنده، وان شاء الله يعني يكون بينكم توافق. قالت اوكي. اليوم الثاني، وهذه سهير ما خلت مكياج، ما خلت شباصة، ما خلت عطر، حاولت ضبطت نفسها كثر ما قدرت. المهم وتروح على الموعد عند الترعة، ولا فعلا شيماء موجودة هناك. أهلا بالعروسة، أهلا بالجميلة. قلت لها أهلين يا شيماء، يعني مستحية بعد. هو فين العريس يعني جاي تشوف هذه؟ قالت استني لسه جاي هو في الطريق، قعدي وخلينا نسولف. وفعلا يسولفوا مع بعض، والهذا اللي جايها من وراه اللي هو سالم ومعاه المنجل، المنجل اللي هو اللي يقصون فيه الحشايش ويقطعون فيه الأشجار وكذا، من الحديد الصلب اللي يقص الخشب، أو يضرب فيه سهير من الخلف ضربة قوية. لكن سهير قايلكم أنا متعافية، الجسم يعني ضخم يعني اتحمل الضربة، حست بالضربة والمنجل دخل في ظهرها، ما قدر سالم حتى أنه يخلعها علشان يسدد الضربة الثانية. قامت قفزت وين؟ في الترعة، والمنجل في ظهره، وتصرخ وتصرخ وينط وراها سالم. سوى قام صعد فوق ظهرها وخنقها ويحاول انه يغرقها، وهي مضروبة وتنزف، وصار يصارع معاها داخل هالترعة كأنه ماسك تمساح.
البنت تشيله يمين ويسار يمين ويسار يمين ويسار لين خارت قواها وغرقها داخل الترعة واستطاع انه ياخذ المنجل ويهرب هو والبطة. البطة يعني مو البطة متينة، لا الدلع بطة، ولا كأنهم سووا شيء. اليوم الثاني أهل القرية انتبهوا على وجود الجثة وبلغوا السلطات الأمنية وتعرفوا على أنها هذه سهير الفتاة العانس اللي كانت بشعة وعايشة بروحها، وبلغوا أخوانها وجوا وحزنوا عليها، عاشت حياتها تعيسة وماتت موتة تعيسة، واللي سوتها فيها شيء ما على قولة المثل المصري عشمتني بالحلى خرمت أنا وداني، لا شفت أنا الحلى ولا سلمت على وداني. يعني لا المسكينة شافت الوعد اللي وعدته فيه اللي هو العريس، ولا حتى سلمت على روحها ونفسها. وماتت سهير ومات السر اللي انقتلت علشانه، اللي هي شوفتها لسالم مع شيماء. المهم يدورون يبحثون منو اللي ممكن وراء عملية قتل هذه المرأة بهالبشاعة، ضاربها منجل ومغرقها في الترعة، وبعدين البنت لأول مرة تضع مكياج ومتزينة، في شيء غلط يعني، كأنها كانت يعني رايحة حفلة وتعرضت للاعتداء، رغم أن الطب الشرعي أكد أن البنت ما تعرضت لل يعني الاعتداء الجنسي، لا أبدا، لكن ليش شلون يعني شلون رايحة متمكجة وكاشخة ولابسة أحلى اللي عندها. وكذلك تبين أن القطع الذهبية اللي لابستها جزء موجود وجزء مفقود، يعني مثلا حلقات الأذن في أحد يعني خالعهم ولأ بطريقة وحشية ومسبب جرح في أذنها، لكن الخواتم موجودة، السوارات ما هي موجودة لكن القلادة موجودة. يعني قال ممكن في دافع سرقة، لكن إذا دافع سرقة ليش ما سرق كل الذهب؟ وهذه هي الخطة اللي كانت في بال سالم بعد ما قتلها، حاول إنه يسرق من عندها يعني، لكن كان يعني مش مئز من إنها جثة وكذا، حاول يسرق كثر ما قدر من الذهب اللي لابسته علشان يوهم رجال الأمن بأن الموضوع موضوع سرقة أدى إلى القتل. بعدين قالوا لا مستحيل، لو أن الموضوع موضوع سرقة كان كمل على باقي المصوغات اللي لابستها، ليش يقتلها ويضربها منجل ويغرقها في الترعة لا 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 لا، الموضوع في إنه صاروا يدورون يسألون. مشكلة أن سهير خلوقة ومسكينة انطوائية، ما تسولف كثير، ما لها احتكاكات، ما لها يعني أي يعني نشاطات اجتماعية مع أهل القرية، بحال سبيلها لكن محترمة وخلوقة. وحققوا مع جميع أهل القرية حريم ورجاجيل، ويشوفون إذا في واحد مسافر، في واحد جديد على القرية، في كذا، إلا في وحدة من البنات قالت سهير أمس يعني اليوم اللي سبق العثور على جثتها مرت علي وطلبت مني روج وكحلة
يعني بعض الأدوات المستحضرات التجميلية، وعلى غير العادة حتى أنا أعطيتها من عندي يعني شباصات وأعطيتها، هي ما تزين البنت دائما ما تحط مكياج ولا تهتم أبدا يعني. لكن استغربت قلت لها ليش أنت وين رايحة؟ قالت والله لا رايحة يعني مع صديقتي شيماء، يعني ممكن نحضر يعني حفل وهذه شيماء أنا أعرفها، شيماء هذه زوجة رضا الله يرحمها. قالوا حلو، شيماء يروحون إلى شيماء. شيماء شنو الحفل اللي كان من المفترض أنك تحضرينه؟ قالت أي حفل؟ لا ما كان في حفل. قالوا لها لا في حفل، وكنت مواعدة سهير أنك تاخذينها معك. قالت لا مو صحيح الكلام. شو مو صحيح؟ زين وين كنت انتي في اليوم الفلاني؟ وصاروا يحسون انها مرتبكه ومتوتره قالوا لها انت شنو علاقتك مع سهير؟ ما في شيء يربطك فيها الا ان مزرعه سالم اخو زوجك المتوفي بجانب مزرعه سهير. انت شنو انت تروحين مزرعه سالم؟ قالت ها. شوي شوي بدوا يوصلون شوي شوي. يوم شافوها مرتبكة ويضغطون عليها وين كنت تكلمي اعترفي وكذا وتبطل جربة. قالت أنا مالي شغل، سالم أو هو اللي قتلها. شلون؟ اشرحي لنا شو اللي صار. قالت كنا موجودين عند الترعة أنا والبنت سهير، وكانت لابسة ذهب، وجاء سالم أخو زوجي وشافنا جالسين، ولما انتبه على وجود الذهب مع سهير على طول هجم عليها بالمنجل، والبنت قفزت في النهر يعني خايفة وتصرخ وتحاول تنقذ نفسها، راح نط وراها وغرقها وبعدين سرق من عندها. قال لا ماشي، احنا في البداية يعني نتمنى يعني انك تقبلين كتاب الشكر هذا انك اعترفتي على القاتل، لكن لو كان كلامك صحيح ليش ما سرق كل الذهب؟ قالت ها. قالوا لو وجعاه ليش ما سرق كل الذهب؟ وبعدين انت شنو علاقتك في سهير انك تجلسين معاها عند الترعة يعني على غير العادة؟ ما يعني في علاقة؟ ها وزي ليش كانت سهير متزينة اجلدوها شوي؟ قالت يبا أنا استدرجتها، وسبب ان نبي نتخلص منها انها شافتني أنا وسالم أخو زوجي في وضع مخل بالأدب في مزرعته، وهي مزرعتها جنبه، وقامت تهددني وأنا خفت لا أنفضح، وكذلك سالم خايف انه يوصل الكلام لزوجته، لذلك قرر ان نتخلص منها. ويلقون القبض على سالم ويواجهونه بالاعترافات ويسلمهم سلاح الجريمة ويعطيهم جميع التفاصيل. خربت ويتم إحالة سالم وشيماء للمحاكمة، وتم الحكم على سالم بالإعدام، أما شيماء تم الحكم عليها بالسجن 15 سنة لأنها كانت مشاركة وما نفذت معه، ولا هي اللي جابت له السلاح، ولا يعني مشاركة بالتخطيط، لكن هي اللي دمرت فعلا سالم وأنهت حياته ودمرت كذلك أسرتها. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.